السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم يا شباب، يا رب تكونوا كلكم بخير. احنا كنا الأسبوع قبل الماضي كنا تناولنا مجموعة من الأسئلة اللي الشباب سألوها على صفحة جلوبال ديفيجيت، وما قدرناش ساعتها نكمل كل الأسئلة اللي انتم حضراتكم طرحتوها. فإن شاء الله النهاردة معادنا إن احنا نستكمل تناول بعض الأسئلة بشكل مباشر من خلال اسئلتكم اللي جات لنا على الصفحه. فهنتناول كده مع بعض ان شاء الله مجموعه من الاسئله ونحاول نجاوب عليها، نقول بسم الله ربنا يوفق. اول سؤال كان جاي لي من الاستاذ محمد سلامه، بيقول لي لو انا في تطبيق ازاي ابقى ضامن امانه؟ هو يقصد طبعا اكيد السكيورتي، يقصد السكيورتي يعني ازاي، وكاتب حتى بالتفصيل يعني ازاي ما يتمش اختراقه، هل بعمل حاجات اضافيه خاصه بالامان ولا بكتب كود؟ ده استاذ محمد سلام. طبعا السؤال بتاعك سؤال يعني كويس جدا جدا، وصراحه انا شايف ان هو من الاسئله اللي المفترض الناس تبقى فاهماها، ومقترح مهم جدا. ازاي اوصل للامان بتاع التطبيق بتاعي؟ هل هبرمج بس؟ هل هيبقى في ادوات؟ هل في الموضوع ده؟ قصه مهمه جدا. بالنسبه للتطبيق طبعا هو بيتكلم على سواء كان تطبيق موبايل او كده او ويب، يعني الفكره واحده. في بعض التولز نستخدمها معانا عشان نضمن بعض الامان، يعني HTTPS مثلا عشان سكيور سيركت لاير يعني وكلام زي كده، ممكن SSL اسف، ممكن ننزل شويه ادوات تولز تنزل في التولز اسهل حاجه تتعلمها، اسهل حاجه تتعلمها. لكن لازم تتعلم برمجه خاصه بالسكيورتي. في ناس كتير يعني طبعا متخيلين ان البرمجه الخاصه بالسكيورتي هي لغات برمجه غير وحاجات مختلفه، لا لا لا. كل يعني مثلا ما انت مثلا مبرمج مثلا سي مثلا بي اتش بي، مفترض انك تتعلم ازاي تكتب الكود بتاع البي اتش بي اللي بيقفل الثغرات، حتى ولو على الاقل الثغرات المشهوره يعني اضعف الايمان. لكن اللي انا شفته او اللي تابعه او المتهيئ اللي انا متابعه يعني منتشر، الناس اللي بتتكلم على السكيورتي طبعا كنتوركينج وكلام زي كده، ده انا مش بتكلم على النوعيه دي خالص، انا دلوقتي مش بتكلم على النوعيه دي خالص، تمام؟ عشان اغلب الناس اللي هتخش تدور على شغل السكيورتي هتقع في حاجات خاصه بالنتوركينج والكلام ده كله، والهاردوير والفاير وولز والمش عارف ايه. انا مش بتكلم على النوعيه دي خالص من الايه، من السكيورتي خالص. انا بتكلم على السكيورتي، انا كراجل مبرمج كتبت كود بتاع تطبيق ومطلعه زي الفل، البرنامج شغال موجود في السوق، ازاي اقفل خلاص الثغرات اللي موجوده في التطبيق واعمل والتطبيق بتاعي يبقى سكيور، او الويب ابلكيشن بتاعي يبقى سكيور. فلا، ليه برمجه، وزي ما قلت البرمجه دي مش لغه خاصه بيها ولا حاجه، يعني بتوع البي اتش بي يقدروا يقفلوا السكيورتي بالبي اتش بي، بتوع الجافا سكريبت يقدروا يقفلوا الكود بتاعهم بالجافا سكريبت لو كان شغال باك اند نود جي اس، وبتوع وهكذا، وبتوع الجافا يقدروا والى اخره، تمام؟ فلا، انت ممكن تتعلم ازاي تبرمج، مع اني عارف ان السوق تقريبا انا ما قابلنيش، او بالصدفه يعني ما بشوفش يعني كورسات، لكن بقرا العناوين لا تقريبا ما بشوفش كورسات نازله في الموضوع بتاع البروجرامنج سكيورتي، ازاي ابرمج او اقفل الثغرات اللي هي بتاعت السكيورتي، رغم ان دي شغلانه موجوده في الشركات ويمكن مرتباتها كمان بتفوق مرتبات المبرمجين يعني العاديين، اللي هو بيعمل التطبيق ذات نفسه، لكن اللي بياخد بيقفل وراه مجموعه من الثغرات وشويه شغل يبقى مرتبه اعلى بكده. فيفضل انك تشوف كورسز بتبقى بتعلمك ازاي تقفل الثغرات بتاعه الايه، طبعا منتشر في الكورسات بعض الثغرات البسيطه زي الانجكشن مثلا، ازاي تقفل الكود الايرورز بتاعه الانجكشن، ازاي تقفل مثلا حاجات بسيطة ثانية سواء كان SQL injection HTML injection مش عارف ايه، يقول لك الطريقة دي افضل الطريقة دي افضل، ده صحيح موجود، لكن هو في الحقيقة مفترض بيتفرد له كورس مختلف خاص بنفسه تتعلم فيه security بالكامل، وفي الحالة دي بتقفل قدر الامكان. طبعا مفيش حاجة بتبقى 100% متقفلة، لكن على الاقل بتبقى عارف بتتقفل ازاي وبتكتب كود الكلام ده. فالمفترض ان فعلا يبقى ان فعلا انت يعني نبهتني استاذ محمد سلامه ان فعلا احنا محتاجين الناس فعلا ياخدوا كورس سكيورتي، بس سكيورتي بروجرامنج بس، هم مش محتاجين يتدخلوا
بس طبعا عشان تخش الكورس ده يبقى انت عارف اصلا التكنولوجي اللي انت شغال بيها. يعني لو انت بتاع مثلا دوت نت واي اس بي دوت نت يبقى انت خلاص عارف اي اس بي دوت نت وكل حاجه وتمام ومبرمج وشغال وكل الدنيا كويسه حتى ولو مبتدئ، بس عايز تعرف ازاي تقفل ثغرات وهكذا لبتوع البايثون وهكذا لبتوع السي. ففعلا محتاجين ننزل حاجه زي كده ان شاء الله. في سؤال تاني جاي لي من استاذه مارينا مجدي، بتقول ايه؟ بتقول هو مفيش شغل خالص للبايثون في مصر. انا دخلت على لينكد ان وببحث عن البايثون، مفيش شغل في مصر مع ان البايثون رقم واحد في العالم وهي اسهل اللغات، بس مش في مصر. ايه تعليقك على الكلام ده مارينا مجدي؟ طيب سؤالها طبعا متعلق بكذا سؤال موجود تاني من زمايلنا. في شويه مفاهيم في حكايه لغات البرمجه دي بتوقع الناس، ولا اللغه دي احسن، لا روح اتعلم اللغه دي، ويسمع من يسال مثلا، اما بيسال واحد مبرمج، فالمبرمج بطبيعه الحال بيوجهه للي هو يعرفه، يعني هو بيحب ايه، بيحب كذا فبيروح يتوجه لكذا، ويجيب لك من الاحصائيات ومن المواقع اللي بتثبت كلامه. وطبعا احنا مش المفترض ان احنا بنعتمد او الناس اللي بتجيب طبعا اخر احصائيات اهم 10 لغات في 2020، هي لسه بدات 2020. والمفترض ان احنا الناس العالم كله لما بيجي بيطلع احصائيه زي اللي بيطلعها زي الاحصائيات اللي بتبقى طالعه على لغات البرمجه، بتبقى طالعه بناء على اكتر من معيار، من اكتر من ايه، من معيار، معايير كتير، معايير كتير موجوده ممكن تخلي اللغه دي تبقى افضل من دي، او اللغه دي ماشيه عن اللغه دي، او الى اخره. تمام. طيب لو احنا حبينا نشوف الموضوع دوت بتاع اللغات، انا طبعا بيشتكوا لي بس من العرض، الصوره جاي بالعرض، فانا ثواني اظبط لكم العرض. مش عارف بقى كده هيبقى افضل. كده افضل بالنسبه لكم اكمل. تمام. طيب نستكمل كلامنا. فطبعا احصائيات كتيره قوي موجوده، الناس بتتكلم ان اسهل لغه هي البايثون، اسهل لغه هي الجافا، لا خليك مع لغه كذا، كلام من ده طبعا. وناس كتير جدا من المبتدئين بيتوهوا توهان السنين في الموضوع ده بصراحه، ويبقى كله مشكلتهم ان هم يختاروا اصلا يشتغلوا ايه، لا دي احسن، لا دي اوحش، لا لا لا، وكلام زي كده. وده طبعا بيعمل بصراحه انا شايف ان هو بيعمل مشاكل كتير وبيضيع ناس كتير، رغم ان انا هقول المعلومه العامه الاول، ان لا خد بالك كله مطلوب في السوق، كله مطلوب في السوق، مطلوب في السوق البايثون، مطلوب في السوق الجافا، مطلوب في السوق الجافا سكريبت، مطلوب في السوق البي اتش بي، مطلوب في السوق الدوت نت، مطلوب، كله مطلوب في السوق. تختلف من اكتر شهره لاقل شهره. طب اقول لكم ايه، ما تيجي نشوف كده مع بعضينا ايه اللي موجود في السوق بالظبط، وايه اللي ممكن فعلا يبقى حاجه موثوق منها، ما يبقاش بس مجرد ان احنا برضو بنسر الكلام زي الناس اللي بتسر الكلام. طبعا في مواقع شهيره جدا بتطلع احصائيات، انا عارف كويس، والناس بتبص عليها والناس بتمشي حسب الاحصائيات. هل هي لغه البايثون اسهل لغه؟ طبعا بالنسبه للمبتدئين، المبتدئين بيحسوا ان البايثون اسهل لغه، لكن انا بامانه بقول لكم يا جدعان، ايه لغات البرمجه كلها قريبه من بعض، والفروق البسيطه اللي بينهم مش اللي انت تتخيلها خالص 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 خالص. واللي يزعل يزعل، انا بقول كلمه بامانه الله بناء على خبره، يا جدعان لغات البرمجه كلها قريبه من بعض. لغات البرمجه العاديه سواء كانت تطلع بيها موبايل ابلكيشن او ابلكيشن، الموضوع حتى الحاجات اللي انت بتشوف ان هي اصعب وحاجات بتشوفها اسهل، الحاجات دي اصلا قريبه جدا. مسافه ما بقيت متمكن، حاجات بسيطه ما تفرقش، حاجات بسيطه مش تفرق معاك اللي هي تخليك تقف عن الشغل. لكن اللي يهم اكتر في السوق واللي يهم اكتر في الشغل انتاجيتها. يعني مثلا لغه زي مثلا الجافا مثلا، ليه ما زالت، ليه هي المنتشره وما زالت منتشره ومش عارفين ينهوها من السوق؟ لان هي بتقدم خدمات كتير جدا على الموبايل ابلكيشن، بتقدم خدمات كتير جدا على الويب ابلكيشن، بتقدم خدمات على الديسكتوب ابلكيشن، بتقدم خدمات في الذكاء الاصطناعي، بتقدم خدمات في البيج داتا، بتقدم خدمات وموجوده وابلكيشنز بتاعتها منتشره وبتاع. خلاص اللغه بتقدم لك خدمات، بتقدم سيرفيسز كتير، بتقدم تولز كتير، فدايما منتشر. تمام. ودايما السوق بتاعها موجود، واهم حاجه من الحاجات ستيبل لفتره طويله. البايثون مش كانش ستيبل لفتره طويله، البايثون عمل الكيرف بس نطت كده الفتره الاخيره، فعملت الكيرف اللي هو العالي مره واحده ده.
وده ممكن اللي يكون بيخليها لسه الشركات، مش كل الشركات قدرت تحول نفسها لبايثون. حركه الشركات ابطا بكتير جدا من حركه الافراد. يعني ايه؟ يعني انا مثلا انا كشخص ببقى عايز مثلا نزلت فلاتر مثلا زي ما زمان اللي سائلين بعد كده عجبتني وعايز اخش، بيخش ما عندوش مشكله، ممكن يذاكر بالليل، ممكن يظبط اموره بتاع كلام زي كده بدون ما تشتغل. لكن بالنسبه للشركات ما بتعملش كده. الشركات الشركه دلوقتي شغاله على بروجكت بقى لها مثلا 6 7 شهور، شغاله البروجكت ده بانيه مثلا بي اتش بي مثلا او بانيه مثلا اندرويد عادي ونزلت الفلاتر، هتقفل البروجكت ومحوله فلاتر؟ انت بتتكلم كلام مش مظبوط، مش معقول. الشركات ما بتتحركش الحركه دي ابدا. الشركه بقى لها 6 شهور و5 شهور و7 شهور شغاله، وممكن تكون سنه، ممكن تكون سنتين شغاله على نفس الابلكيشن وبتطور فيه. تاخد قرار تهد كده وتبني وتجيب واحد غيره؟ مش هيحصل. تمام، الكلام ده مش بيحصل في الشركات. فالشركات حركتها ابطا. فالبايثون عامله كيرف، صحيح عامله كيرف وطالعه طالعه طالعه جامد جدا، والناس عندها قبول جامد جدا ليها، بس خد بالك برضو بحدود عشان الناس بس المكبره الموضوع، وهثبت لكم الكلام ده ان شاء الله دلوقتي مع بعض. تعال نشوف مع بعضينا شويه احصائيات واقعيه هي موجوده عن، وهتكلم عن الاماكن اللي بتعمل الاحصائيات، لان مش كل احصائيه موجوده على الانترنت في اي حته في اي كلام يبقى هي دي احصائيه مظبوطه وناخدها وخلاص. احصائيات في مواقع اصلا مؤسسات هي اصلا خاصه بعمليه الاستاتستيكال للاوقيه انتشار اللغات او الكلام ده كله. تعال نشوف مع بعضينا. رب تكون الشاشه بقت واضحه. ده مثلا موقع من المواقع المتخصصه تيك فيجوالايزر، ده فيجوال تيك فيجوال من المواقع اللي هي متخصصه في عمل الاحصائيات وكلام زي كده. فهي بتتكلم على الاحصائيات والتحليلات الخاصه ب 2020 خاصه بالبيست بروجرامنج لانجويجز. من وجهه نظرها طبعا هتلاقي اغلب الاحصائيات هي اصلا قائمه على فكره 2019، 2020 هم بياخدوا من 18 و19 التوجه بتاع 20، لكن هو مش بيقدر يتحدد 20 بالظبط. فبيتكلم ان في بعض اللغات الناس بتسال عليها، فهو بيتكلم ايه اللي يتم. خدوا بالكم هنا بيقيس التعلم، بيقول لك لو انت عايز تتعلم تتعلم ايه، خلاص ايه اللغات اللي انا عايز اشوفها لو انا عايز اتعلم. فمطلع شويه احصائيات، اتمنى تكون الاحصائيه واضحه، احاول اكبر لكم شويه بحيث يبقى الناس قادرة على قراءة العرض اللي أنا عرضه. تمام كده. طيب هنا مقدم من وجهة نظره اللغات اللي هي واخدة تريند تعليمي وبوبيلر منتشرة. فبيتكلم على رقم واحد مرقم هو جافا سكريبت رقم واحد، من بعينه بادئ من 95. فبيتكلم من أول 2015. عايزين نرجع الكاميرا تاني استاذ محمد طارق. ماشي، بس عشان يبقى العرض اوضح مش مشكله، هحاول ان انا اظبطها كده. لو كده مظبوطه يا استاذ محمد قول لي. تمام تمام تمام. هنا هو عرض جافا سكريبت، وبيتكلم ان هي من 2015 كانت عاملة تقدم كبير جدا، 54%، 55%، 62%، 71%، 67% من حجم الايه؟ التعلم. وبيتكلم ان هي شغالة بتشغل ويب ابلكيشن، دايناميك كونتنت، كلاينت سايد وسيرفر سايد، مش بس كلاينت سايد زي ما هو مشهور، وطبعا وموبايل ابلكيشن وكلام زي كده. ومدي رقم 2 جافا، مدي جافا رقم 2، وبيتكلم ان هي برضو تقدمها زي ما هو، ومصنفها ان هي اقوى شيء عندها الانتربرايز ابلكيشنز. وبيتكلم انتربرايز ابلكيشنز على اساس ان هي منتشر قوي في الابلكيشنز الخاصه بالشركات الكبرى. تمام، فهي مركزه مع الشركات والتقل والشغل بتاع الشركات الكبيره بالذات. طبعا الباش والشيل الحاجات الخاصه بالاوتوميشن والكلام ده. بعد كده جايب البايثون، بعد كده جايب البايثون خلاص من 91. وطبعا قال لك بس جنرال بيربس، يعني هي فعلا البايثون منتشره بس مش منتشره بشكل محدد في تطبيقات معينه، رغم ان انا بوجهه نظر ان هي منتشره اكتر في تطبيقات الويب. وانتشرت والقوه اللي اديتها انتشار في الفتره الاخيره كانت اللايبريز اللي نزلت بتاعه البيج داتا والاي اي والاي او تي والكلام ده هو اللي عملها ضجه. بعد كده مدي البي اتش بي. تمام،
وبعد كده السي بلس بلس والسي. تعال نقول كده الخلاصه ان الموضوع اللغات دي انا مش محتاج اخش في اكتر من 5 6 بس يعني تريندنج بس. بعد كده بيتكلم على كل لغه وبيعرض لكم اللغات دي عباره عن ايه وكلام زي كده، لكن مدي احصائيه تانية تمام. الاحصائيه التانية دي بيقدم فيها فكره تانية خالص، اللي هي اللغات او اللي هي فعلا طالعه في السوق تمام، اللي هي بدات تاخد توجه كلغات خاصة ببعض الحتت، يعني مش يعني يعني عملت ترند، لغات عملت ترند بيزد على مواقف، يعني في مواقف حصلت خلت اللغات دي تظهر في السوق، بس سوق اللغات دي حديثة ولسه ما خدتش حقها قوي. فبيتكلم ان سويفت من بعد طبعا ما ابل حركت نفسها على سويفت وسابت الاوبجكتيف سي، فبيتكلم ان سويفت بقت تاخد الترند بتاعها، بس طبعا ما ينفعش يحطها هو من وجهة نظر بول، ما ينفعش اقيس الترند بتاع اللغات دي مع اللغات الاصل، مع لغات الايه؟ مع لغات الاصل اللي هي مستمره وموجوده بقى لها سنين السنين، واقول ان دي لا دي لسه لغات حديثه جت بسبب ظهرت بسبب طفرات تمام؟ وبدات تاخد يعني معدل ارتفاع في السوق، بدات تاخد معدل ارتفاع في الايه؟ في السوق، لكن لو حطيناها مع اللغات الاصليه اللي موجوده طبعا ومش هتظهر في السوق خالص. زي مين؟ اشهر حاجتين موجودين اصلا، اشهر حاجتين السويفت والكوتلين. الكوتلين بيقول من اول ما جوجل بدات تعملها سبورت الكوتلين بدات تتحرك تحرك جامد جدا تمام، وبدات تاخد توجه جامد جدا في وسط مين؟ في وسط اللغات اللي هي تحركها تحرك بسيط، مش تحركها تحرك مباشر، يعني مش تحركها تحرك مستمر لللونج تيرم. اللغات اللونج تيرم هو كان اتكلم عليها، لكن ديت بس بعض اللغات اللي اتحركت حركات بسبب الطفرات اللي حصلت في السوق، زي السكالا. السكالا برضو من اللغات اللي حصل لها طفرات وتحركت بسبب شغل برضو الاناليتكس والبيج داتا والكلام ده، برضو سكالا ظهرت في السوق شويه وبدات تاخد جزء. فاللغات دي عامله ترند، وجو طبعا، وجو برضو نفس الكلام. دول يعتبروا حاجات اتحركت، بس اتحركت بسبب مواقف، لكن هي مش لونج تيرم بروجرامنج لانجويج، يعني مش لغات من زمان وشغاله والدنيا ماشيه كويس، لا دي لغات اتحركت بايه؟ بسبب مواقف حصلت، وهي لغات كلها حديثه. برضو بدا يديك برضو شويه ايه احصائيات عنها، وبعد كده بيتكلم الويب ديفلوبمنت تمشي فيه ازاي. انا مش هتكلم دلوقتي على الويب ديفلوبمنت بتمشي فيه ازاي، لكن في مواقع تانية ده بنعتبره، انا بعتبر دوت من اي اصلا موقع متخصص جدا في الاحصائيات، اللي هو تي اي او بي اي، وده موقع اصلا كل فكرته اساسا هو موقع احصائي وشهير جدا. هو شركه كل مهمتها ان هي بتعمل سوفت وير كواليتي كامباني، بس بتقيس الكواليتي وبتجيب لك احصائيات فقط لا غير، مش اي موقع مطلع لي احصائيات على مزاجه اعتمده. رغم ان انا بعرض لكم الموقع ده، هو موقع شهير جدا في الاحصائيات والاندكسنج، رغم ان انا مش عاجباني احصائياته، بس بقول ان هو ده الصح، هو ده اللي موجود في السوق مش بمزاجنا يعني تمام. الموقع دوت جايب الاندكس بتاعه لغايه ديسمبر 2019، وبيعمل لك ايه؟ جايب كل لغه من اللغات ترتيبها في 2018 او ترتيبها في 2019، وجايب اللغه والريت بتاعها، الريت اتحرك ازاي ومقدار التغير في اللغه دي ازاي. انا بس ايه احاول العرض بتاع الصوره عشان احنا عاملينها بالطول، فشويه مش جايبه كل التفاصيل، لكن خلوني قدر الامكان حتى اقول لكم. انا هو حاطط الموقع، حاطط اللغه رقم 1 في 2018 واللغه رقم 1 في 2019 هي جافا بلا منازع يعني تمام، وحاطط ان هي الريتنج بتاعها واخد 17 وشويه في المية من السوق، بمقدار تغير وصل معاه مقدار التغير لو الناس ملاحظه وصل ل 1.3 تمام، مقدار الايه التغير في ارتفاعها في السوق. بعد كده اللغه اللي موجوده، خد بالكم من الاحصائيات دي، لان الاحصائيات ديت عالميه، احنا دايما احصائياتنا احصائيات عالميه، وبنيجي نقيسها على المستوى الايه؟ المستوى العربي طبعا. بنبدا بقى في الايه؟ في الخبطه الجامده. الناس دي عشان تعمل احصائيات بتنزل شركات كبيره جدا، وبتجيب شركات كتيره جدا بتعمل احصائيات وبتجيب نتائجها، بتخش على مواقع الشهيره ستاك اوفر فلو، تقيس منها مثلا مدى انتشار اللغه والتكلم الناس عنها، تجيب مش عارف ايه كده. الكلام ده ما بينعكسش بشكل مباشر على الوطن العربي، لكن بيبقى انديكيتور، لكن مش رقم واحد تمام. طيب على كده اتكلم عن اللغه رقم 2، وهي كانت لغه رقم 2 2018، وهي لغه رقم 2 في 2019 هي لغه السي تمام. ودي طبعا الريتنج بتاعها كان 16% ومديها مقدار تقدم 1.8
تمام، يعني ممكن مقدار تقدمها السنه دي اعلى من مقدار تقدم الجافا. طبعا السي مش منتشره في التطبيقات بتاعه الويب والموبايل ابلكيشن بشكل قوي في الوطن العربي، هي والسي والسي بلس بلس انا باخدهم يعني شروه واحده، لكن شويه منتشرين في الحاجات الخاصه بتطبيقات الديفايسز والكلام ده كله والامبيدد سيستم والاي او تي والكلام ده شويه منتشر. البايثون مديها اللغه رقم 3، وكانت رقم 3 2018 و3 2019 خلاص بريتنج 10%، لكن مديها مقدار تغير 1.9. تمام، السي بلس بلس عامله تراجع، سي شارب بعد كده تلاحظوا، وميد فيجوال بيزك دوت نت في العالم انا مع انه جايب تراجع، جايب نسبه تراجع عاليه جدا مع انه بدا يموت عندنا جدا في الوطن العربي، لكن هو موجود لسه موجود. جافا سكريبت رقم 7 وبي اتش بي رقم 8. نلاحظ التوجه العام، يعني هتلاحظ ان الفكره على فكره قريبه جدا، هم بيتكلموا على مين؟ على الجافا والبايثون والجافا سكريبت والبي اتش بي والسي شارب، يعني القضيه هنا. تمام، القضيه هنا مش محتاج اقرا بقيه التفاصيل الكتير ديت، لكن هو مديني بعد كده منحنى بياني من 2002 ل 2020، مديك منحنى بياني طويل، يعني طويل جدا جدا يعني التوجه. فطبعا تلاحظ الوحش اللي مسيطر فوق ده، لو انتم شايفين انا ما اعرفش اللي مسيطر من 2000 من الالفينات لغايه 2020 واخد الترند اللي هو يعني ستيبل قوي، يعني بينزل وبيطلع بس هو واخد الرينج اللي فوق. لو انتم شايفين مكتوب ايه؟ جافا. خلاص، هي جافا ده طبعا ده لايف البتاع ده بيتغير لايف، فهي واخده استابيليتي عاليه جدا كلغه من اللغات اللي بتقدم. لا، هنا بيتكلم على لغات البرمجه. سؤال كويس جدا، سؤال الاستاذ باشمهندس محمد طارق بيسال، بيقول ايه جافا هنا يقصد بيها الويب ولا يقصد بيها الموبايل كمان؟ لا، هنا جافا عموما كبروجرامنج لانجويج ما بيتكلمش على تول. خلاص، فمدى انتشار لغه الجافا، ساعات تول تنزل للجافا اسمها اندرويد تعلم من الجافا شويه مثلا، ساعات مثلا يحصل مثلا ان جوجل تقول لا والله انا هخلي اللغه الرسميه، خد بالكم ما لغوش الجافا عشان بس الكلام، الاسئله دي موجوده برضو من ضمن الاسئله بتاعتكم، يعني هم ما اتلغتش الجافا، هم قالوا بس هنخلي الرسميه هي الكوتلين، فده عمل مثلا انحدار قد ايه مثلا حاجه لا تذكر كده في الجافا، بس عملت انحدار بسيط. تمام، لكن لكن جافا بتشتغل ويب، بتشتغل ديسكتوب، بتشتغل موبايل، بتشتغل انتربرايز ابلكيشن، بتشتغل في الاي اي، بتشتغل في البيج داتا، بتشتغل فحتى لو قال اندرويد كله راح بالنسبه لها، مش هي القضيه يا محمد يا طارق، مش هي اللي هتوقع الجافا يعني. خلاص، لان جافا مسنوده جامد جدا بحاجات ثانيه كتير. طب الترند اللي بعديها اللي فعلا تحس ان هو ترند يعني برضو ماسك نفسه، هو اقل شويه من الجافا، من الجافا وفي بعض السنين بيطلع فوق الجافا حاجه بسيطه وينزل ثاني، اللي هي السي. وده برضو تلاحظ الواحد يقول لي ايه ده الوطن العربي تقريبا الشركات اللي شغاله في سي دي مش موجوده من اساسه، هقول لك لا، هي موجوده في الشركات اللي شغاله امبيدنج سيستم، وموجوده في الشركات اللي شغاله في الحاجات بتاعت الاي او تي وكده، فالجانب ده شويه هو فقط اللي ايه اللي ماشي السي عندنا في الوطن العربي، لكن هم بره الكلام ده مش سليم، بيشتغلوا بالسي في حاجات كتير جدا جدا. في ترند طبعا اللي بعد كده اللي بعديهم السي بلس بلس، انا بنعتبر السي والسي بلس بلس يعني واخدين نفس التوجه يعني. فده كده بيتكلم على احصائيه عن ال 20 سنه اللي فاتوا، يعني هو جاي عارض احصائيه كامله عن 20 سنه فاتت من الفينات لغايه 2000 لغايه 2020. فيبقى احنا كده عندنا جافا وسي سي بلس بلس. طيب اللي بعديهم مين؟ اللي بعديهم واخدينه انا مش واخد بالي قوي، تالت واحد طبعا تلاحظوا ان في حاجات هتبقى متداخله فيما بعد، زي مثلا في حاجات ارتفعت في الفتره الاخيره، لكن انا خليني بشوف كده من التوجه بتاع البي اتش بي. طبعا تلاحظوا البي اتش بي في العالم يعني من بعد 2012 العمليه معاه في النازل خالص، بس لاحظوا ان الجزء الاول النص الاول من الالفينات كانت البي اتش بي عاليه، تعتبر الرابعه فعلا، لكن في الفتره الاخيره زي ما انتم شايفين اللون اللي انا موضحه قوي ده، بدات العمليه تنزل جامد جدا جدا بالنسبه للبي اتش بي، لان بقى في منافسين بيطلعوا بقى في العشر سنين الاخرانيين، بقى في منافسين مختلفين. زي مين المنافسين اللي طلعوا في الفتره الاخيره الازرقة دي؟ السي شارب خدت توجهها، وعندنا وكمان موجود لسه الفيجوال بيزك والبايثون. تلاحظوا بقى البايثون ده من اللغات اللي هي ميته
لغايه 2018. يعني انا عايز اجيب لكم اخيرا عشان هي مش باين غير في الحته الاخيره بس، يعني هو طلع ترند في الحته الاخيره دي بس. تمام، تلاحظ ان هو كان يعني مضمحل جدا 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 من اول 2017 2018 العمليه بدات معاه ياخد ترند تقدمي غير طبيعي، ياخد ترند تقدمي غير طبيعي. السؤال بقى اللي انا اللي هرد، يعني انا ليه بعرض لكم ده؟ عشان ارد على سؤال الاستاذه مارينا تقريبا اللي هي كانت بتسال هي ليه البايثون مش مطلوبه قوي رغم ان هي اللغه رقم واحد في العالم. طبعا هي مش لغه رقم واحد في العالم، ادينا عرفنا. تمام، وعرفنا ان هي خدت ترند في اخر سنتين ثلاثه بس، فده مش محرك الشركات بنفس القدره اللي بيتحرك بيها الاشخاص. ناس اتعلمتها كتير لكن هي فعلا في السوق مش واخده لسه القوه بتاعتها الجامده قوي. في بعض ان الشركات اشتغلت عليها بايثون مع برامج الاي ار بي ماشي، وبداوا يعملوا كاستمايزيشن ومش عارف ايه. في ناس بدات تشتغل عليها مبدئيا على جانجو مثلا او على بيراميد في بعض الشركات، وبداوا يطلعوا بيها سيستمز. صحيح صحيح ما بنكرش، لكن واحده واحده لسه الدنيا ليه مش قويه. اه طبعا مش قويه، انت بتتكلم في لسه في حاجه يعني لسه طالع. يعني الناس بتتكلم على الفلاتر والدارت، فين هم اصلا فلاتر والدارت في الاحصائيات؟ مش هيظهروا لسه، ما يقدروش يعملوا طفرات. اه هم يعني هم ان شاء الله باين ان هم هيطلعوا في الترند، لكن هم لسه ما طلعوش. طيب ايه تاني من اللغات اللي برضو واخده؟ السي شارب طبعا. لاحظوا كانت انتاج تقريبا 2003 2002 او اول انتاج 2002 2003 على ما اتذكر، لما كنتش ناسي. فبدات تاخد ترندها وتطلع تطلع تطلع، بقت في قمتها طبعا في 2012 وكلام زي كده، و2013 و14، وبدات تنزل في الفتره الاخيره بسبب المنافسه العامه. يعني استاذ شريف المصري بتاع دبلومه التاسيس في الالجوريزم وداتا سيرش، هرد عليك لان سؤالك موجود عندي، فان شاء الله بس اخلص الجزء ده وارجع ارد عليك تاني ان شاء الله. طبعا الجافا سكريبت تلاحظوا ان هي من اللغات برضو اللي هي ماشيه في استقامه جامده جدا، مش عامله ترندات جامده ولا عامله نزول جامد، برضو من اللغات اللي ستيبل جدا. لغاية يبقى احنا كده برضو واخدين بالنا ان الخلاصه ماشيه معانا جافا بايثون سي شارب جافا سكريبت بي اتش بي وعائله السي طبعا. فانت واخد بالك من القضيه، انت ماشي في اتجاه ان هم دول برضو اللغات المسيطره فعلا على الوضع، دي اللغات المسيطره فعلا على الوضع. طبعا بيتكلم على بعض اللغات بقى هنا في الاخر بالاحصائيه بتاعته، بيقول والله ان في بعض اللغات يا شباب نزلت وحاجات طلعت، بس الحاجات دي اصلا حاجات تكميليه ما هياش لغات منفصله، وبرضه مش عايز يحطها من ضمن المقارنات الكبيره بتاعت اللغات اللونج تيرم لانها تقع. فبيتكلم طبعا وبرقمهم في تحت العشرينات كلهم، من ضمنهم ومن اهمهم طبعا الدارت واخده 23 عشان الناس اللي بتسال، و اوراكل داتابيز واخد 24 دول بس يمكن، والكوتلين الناس برضه بتسال عليه واخد 30. تمام، دول ليه واخدين مستوى نازل ليه؟ مش هم مش مستوى نازل، هم اصلا ظهروا يعني هم يا اما لغات مساعده يا اما لغات لسه حديثه قوي، فمش واخدين حقهم في طبعا في الاحصائيات. طيب بيتكلم على ال 50 لغه برمجه اللي بعد كده، طبعا احنا سيبنا من 50، احنا عايزين نعرف اول 5 6 يعني اللي منتشرين قوي، يعني نوصل ل 50 دي مش. طب الفيري لونج تيرم هيستوري يعني اللغات بقى اللي هي من اول يعني اللي متماسكه لمده طويله جدا جدا في السوق. ايوه اللغات اللي هي الفيري لونج تيرم هيستوري دي ايه بقى؟ طبعا بلا منازع حاطط في الاول جافا برضه. انا مش بسوق للجافا، هو الراجل احصائيته كده انا ماليش دعوه. هو جافا خلاص، وبيتكلم من وجايبها طبعا احصائياته جايبها بادئها من وحاطط من اول 84 دي من سنين من 99، خلينا من اول الالفينات احنا. تاني اول السي واخده برضو ايه بتبدل مع جافا، يعني هي تبقى دي التاني تبقى دي الاول، دي الاول دي التاني، دي الاول دي التاني، ماشيه كده. بايثون والسي بلس بلس طبعا معاهم، فيجوال بيزك دوت نت وسي شارب وجافا سكريبت وبي اتش بي، يعني نفس برضو الاطار جافا وسي وبايثون وجافا سكريبت وبي اتش بي. تمام، ودي بقى الحاجات الخاصة بالطفرات اللي بتعمل طفرات في كل فترة، يعني بيقول أكتر لغات عملت في الطفرات ده. يعني أنا عرضت لكم موقعين من المواقع اللي بتعرض إحصائيات تفصيلية، مش مجرد حد جايب إحصائية متظبطة. أنا عارف طبعا إن في حاجات كتيرة موجودة في السوق، وكل شوية كل واحد بيقول حاجة اللي على مزاجه، أنا ما حبيتش أقول اللي على مزاجي، مع إن أنا لو قلت اللي على مزاجي هبقى في اتجاه برضه مخالف للأفكار دي. طيب يبقى إحنا
طبعا ده موقع هاكر نون طبعا ده يمكن منتشر قوي في الفتره الاخيره دي، يعني هيبقى مدي جافا سكريبت اعلى لغه برمجه يعني في الانتشار، بس انا طبعا مش بيعمل لغات البرمجه بس، هو بيقول كل المنتشر، فبيتكلم على جافا سكريبت رقم واحد، لان طبعا هو هناك كان رايه في العرض بتاعه والاحصائيات ان الجافا سكريبت عشان هي بتوع مثلا الجافا لما بيشتغلوا ويب بيشتغلوا جافا سكريبت، بتوع البايثون بيشتغلوا برضه جافا سكريبت، بتوع البي اتش بي بيشتغلوا برضه جافا سكريبت، بتوع المين ستاك بيشتغلوا بس جافا سكريبت، بتوع مش عارف ايه بيشتغلوا جافا سكريبت. فهي الجافا سكريبت دي كده زي ايه، زي كارت حشر كده، حشر نفسه في كل التكنولوجيز. بتوع الموبايل، بتوع الموبايل شغالين جافا سكريبت، بتوع فالعمليه جافا سكريبت دي منتشره بشكل قوي جدا جدا جدا. كل بقى الفريم وركس الشهيره في الفتره الاخيره شغاله جافا سكريبت فريم وركس اللي هي، فطبعا هو مدي جافا سكريبت هنا قوه جامده جدا، ومدي بعدها الاتش تي ام ال انتشار. هو هنا مش بيقارن بقى لغات برمجه، هو هنا مش بيقارن لغات برمجه، بيقارن استخدام. فطبعا الاتش تي ام ال استخدامه طبعا منتشر، هو والسي السي اس اس وطبعا الاس كيو ال، وبرده ما قدرش يشيل الجافا من القصه يعني. فالجافا برده واخده السوق بتاعها برده، ما لهاش حل يعني. ومنزل بعد كده الباش شيل، وبعد كده تحتيهم حاطط البايثون والسي سي شارب والبي اتش بي وعائله السي. طبعا ده توجه. طيب مشكله الاحصائيات دي ايه دايما اللي بتودينا ورا الشمس وفي الاخر ما بتعجبناش، وكل واحد بينقي الاحصائيات اللي على مزاجه. اغلب الاحصائيات دي زي ما قلت لكم في احصائيات بتبقى اصلا الغرض منها وبيوريك. طبعا الاحصائيه دي كانت جايه من انتشار، يعني الاحصائيه اللي معروضه على بتاع ده على هاكر نون، الاحصائيه دي خاصه بستاك اوفر فلو وجيت هاب. فبيقول لك بناء على الكوميونتي المنتشره على الستاك اوفر فلو وجيت هاب، الجافا سكريبت رقم واحد في العالم. فيجي واحد يقول لك لا، يقوم قاطع الصوره دي ويقوم مشيره يا باشا على الفيسبوك والبتاع والدنيا، وجافا سكريبت رقم واحد في العالم. لا، هي اكثر انتشار. ليه؟ لان هي فعلا بتستخدم في اغلب التطبيقات المختلفه. تمام؟ فدي احصائيه ما تاخدش احصائيه وبس، تمام؟ تاخد احصائيه وتبقى عارف الاحصائيه دي معموله بناء على ايه؟ يعني هنا احصائيه على جيت هاب عاملها منفصله لوحديها، فمديك الترند جافا سكريبت رقم 2 جافا. تعالى جيت هاب لوحديه. فالوضع هنا مختلف، تمام؟ طيب هنا هو بيتكلم على كبروجرامينج ريبوزيتوري موجوده من 2008 لغايه 2018 على جيت هاب. النمو حصل ازاي؟ فهو جايب ان النمو، اعلى نمو حصل عنده على جافا سكريبت، تاني نمو عنده على الجافا، تالت نمو حصل عنده على البايثون. خلاص؟ وبعدين والبي اتش بي. يعني برضو احنا ما خرجناش بره الاطار العام بشكل طبيعي. انا بحاول اعرض ليه اكتر من احصائيه عشان الناس تبقى فاهمه يعني ايه احصائيه، ما تاخدش احصائيه وتقول هو ده يعني. طيب اكثر بيتكلم هنا على احصائيه تخص الجروس ميجر بروجرامينج لانجويج، يعني بس خد بالك يعني مدى تطور اللغات الميجر، اللغات اللي هي المسيطره. احنا عرفناهم اصلا خلاص، صح ولا ايه؟ عائله السي والجافا وجافا سكريبت والبي اتش بي والبايثون، هم دول اللي بنعتبرهم اللغات اللي هي الميجر. خلاص، بس هنا بيقيس حاجه واحده بس، بيقيس مدى التقدم مش السوق. عشان بس الناس تبقى فاهمه يعني ايه مدى التقدم، يعني ايه السوق، يعني ايه يعني. لاحظوا طبعا ان احنا عندنا اللي طالع دوت ومتعلم عليه دوت، العلامه الغريبه دي اللي هي بخط تقيل قوي ده عمنا بايثون. تمام، طبعا هو جاي من الارض وطالع في السماء. تمام، فطبعا السرعه بتاعته ديت مخليه الشركات مش قادره لسه تتحرك، لكن هو بيتكلم على الشكل دوت على ستاك اوفر فلو. مين جنبه ده اللي لازق فيه دوت الكلمتين اللي لازقين في بعض؟ ده جافا سكريبت، بعدين مين؟ جافا. تمام، هنا مين اللي ماشي على الخط دوت نزل كده شويه دوت؟ السي شارب. هي نزلت شويه طبعا، السي شارب نزلت شويه بسبب سوء تصرف من مايكروسوفت. ويمكن في ناس تسالنا، انا على المستوى الشخصي كتير في الحته دي سوء، على اساس ان انا كنت من الناس اللي بتزوق الناس جامد جدا على الدوت نت، وبعد كده فتره اخيره قلت لهم لا، سوء تصرف بس مايكروسوفت في موضوع الاي اس بي دوت نت وتطور اللي بتعمله السريع اللي بتعمله، فخلت الناس اللي تبني سيستمز على الشركات بدات تخاف من التطور السريع اللي بتحصل على الاي اس بي دوت نت، رغم ان هي كزمرين ممتازه جدا. تمام، ليها عيوبها وكل حاجه بس ممتازه جدا، لكن هي مشكلتها ان بس التطور السريع جدا اللي حصل على الاي اس بي دوت نت خلت الشركات من ويب فورمز لام في سي لكور كور ام في سي مش عارف ايه، فعملت معانا بعض الايه المشاكل في الشركات، يعني كان احنا ان السيستمز في الشركات بتقعد بالسنين على ما تتظبط
اكبر والناس تاكل منها وراها عيش، فتبدا تدخلني في تكنولوجيز جديده توقع الدنيا. في بعد كده عندي البي اتش بي، بي اتش بي نزلت شويه في الفتره الاخيره، والسي ماشيه بنفس الاسلوب بتاعها طبعا، ده بس كانتشار كترندات يعني. طيب هنا عامل حاجه ثانيه، عمل سيرفي على الناس اللي هي مهتمه بفكره الاي اي، خلاص المهتمه بفكره الاي اي دول لما بداوا يبصوا على البروجرامنج لانجويجز اللي بيعملوها. طبعا لما تيجي تبرمج اي يعني اي اي او ارتفيشال انتليجنت ذكاء اصطناعي، فانت بتخش في انك ممكن تعمل ويب سايت معمول عليه شغل بتاع اي اي، تعمل موبايل ابلكيشن معمول عليه شغل بتاع اي اي، تعمل مثلا حاجه مرتبطه بهاردوير معموله باي اي، كلام زي كده تمام. فبيقول ان في سيرفي عملته اي تريبل اي، طبعا دي من اشهر المنظمات العالميه تمام، في اواخر 2018، وعملت لنا الرانك دوت بالنسبه لحب الناس للغات في الاي اي، خد بالك بقى عشان هو مكبنا كده خلاص يعني ايه الانجينيرز بيحبوا لغات برمجه ايه في الحته دي تمام. طيب فتلاقي ايه، هتلاقي البايثون هنا متربع على العرش شويه صحيح، بس خد بالك بقى فيها عيب خطير لما عينك تبص بس وتركز في الكلام. هتلاقي مديك علامه الايه، الويب سايتس بيحبوا يشتغلوا في الويب سايتس بايثون، بيحبوا يشتغلوا في الديسكتوب ابلكيشنز بايثون، بيحبوا يشتغلوا في الامبيدد سيستمز والكلام ده بايثون، موبايل ابلكيشن شبه زيرو، موبايل ابلكيشن شبه زيرو، كيفي تعبان خلاص. الاحصائيه دي طالعه كده من الاي تريبل اي سبيكترم خلاص، في الناس اللي بتحب الاي اي الاحصائيات ماشيه ازاي. سي بلس بلس تلاقوا الويب بتاعها طبعا شبه معدوم، لكن شويه ديسكتوب وموبايل ابلكيشن وامبيدد سيستم، طبعا امبيدد سيستم رقم واحد طبعا. طيب جافا رقم ثلاثة تمام، بس فيها طبعا ويب وموبايل ابلكيشنز وديسكتوب ابلكيشنز، وعلى فكره برضو بتشتغل برضو في الهاردوير، لكن الناس في الغالب بتحب تشتغل بقى سي، يعني الناس بتحب تشتغل سي. فتلاحظوا جافا برضو واخده 97.5%، مش قليله. بعد كده السي والسي شارب، وطبعا السي شارب من مميزاتها بقى في يعني في الخمسه الاوائل ان هي ويب وموبايل وديسكتوب، وبرده شغاله حلو جدا في الهاردوير مش قد كده، لكن كويب وموبايل ديسكتوب بتاعك شغاله زي الفل تمام. بي اتش بي، وعيب البي اتش بي القاتل الدائم ان هي جاست فور ويب ابلكيشنز بس، هي دي مشكلتها دايما ان هي بس ويب ابلكيشنز تمام. الار طلعت في الديسكتوب ابلكيشنز، وطبعا دي للناس الاحصائيين اكتر. جافا سكريبت عشان بتوع الويب وبتوع الموبايل بيشتغلوا عليها كويس جدا جدا عشان ينتجوا بيها اي شغل خاص بالويب والموبايل تمام. يبقى برضو حتى في الاي اي الاطار قريب، بس كله بس الكراسي اتغيرت شويه يعني، البايثون بدا يعلى شويه، الناس بدات بتحبه في الفتره الاخيره عن الجافا، لكن كل الناس اللي عايزه طبعا في السوق بتشتغل موبايل عايزه تطلع اي حاجه اي اي موبايل بيروح على طول على عمنا جافا، وبيسيبه خالص من البايثون بسبب ان البايثون عنده لسه مشكله كبيره جدا في السوق في حته الموبايل ابلكيشنز. فلو انت هتختار ما بين الجافا وما بين البايثون وهيبقى عندك حاجه موبايل، يبقى خلاص اتحسمت للجافا ما اتحسمتش للبايثون يعني على طول يعني تمام. دي برضو الاحصائيه اللي جايه من اي تريبل اي سبيكترم. طب ايه بقى اللغات اللي هي عملت ترند من اول 2019 خلاص بسبب تقدم؟ بس انا هنقي منهم الحاجات الخاصه بالموبايل ابلكيشنز بتاعتنا اللي هي زي بالموبايل والويب ابلكيشنز اللي هي زي الكوتلين وزي التايب سكريبت. التايب سكريبت طبعا من الفتره الاخيره بسبب ان بعض اللغات تطلع في الطريق، ف قصدي بعض الفريم وركس نزلت في الطريق على جافا سكريبت، وطبعا مايكروسوفت سرقت كالعاده جافا سكريبت تاني للمره ال 5000 وعملت منها التايب سكريبت، بس برضو بدات تلاقي نفسها شويه مع الجوجل لما اشتغلت انجلر تمام. استاذ ايمن بيقول ليه كوتلين نايمه كده؟ لا كوتلين مش نايمه ولا حاجه، هي كوتلين دي لسه طالعه اول امبارح، فهو حاططها لوحدها، ما اتحطت في اللغات اللي هي لسه حاصله دي بتطلع في الاول، لكن كلغه لونج تيرم هتروح فين في اللونج تيرم؟ ده لغات معموله من قبل من الثمانينات، لغات البرمجه اللي بنحكي عليها دي جافا سكريبت والجافا والسي والثمانينات ويمكن اكتر، انا مش متذكر. ما تيجي تقارن بيها كوتلين بتاعت اول امبارح طبعا لو اتحطت في احصائيه طبعا هتتظلم، عشان كده تلاقي حتى اغلب المواقع المحترمه بتحط الاحصائيه بتاعت الحاجات اللي طالعه ترند وصغيره لوحديها، ما تحطهاش في الايه؟ ما تحطهاش في وسط اللغات اللي هي الاخرى يعني تمام. وبعد كده بيتكلم على بعض اللغات التانية. طيب
مشكله طبعا الاحصائيات دي ايه بقى يا شباب؟ مشكلتها ان هي ما بتركبش علينا قوي، احنا للاسف احنا عرب، فمش شغل مش شغلنا شويه مختلف. فانا هخش على على trends.google.com ماشي، عشان افهمكم بس المشكله فين والفجوه فين ما بين السوق وما بين العرب كعرب يعني. تمام، احنا لو دخلنا بسم الله انترنت، لو حد بيستخدم الانترنت يعني الاستخدام عشان طيب، انا هفتح trends.google.com على جوجل كده، وعاوز هقارن ما بين اللي احنا عرفنا خلاص الخمس ست لغات اللي هم يعني اللي ماشي حالك في السوق يعني. تمام، فتعالى مثلا نكتب مثلا بايثون مثلا. تمام، وبس هختار من هنا، انا هجيب حاجه لايف، هختار بايثون كبروجرامنج لانجويج كلغه برمجه ماشي، عشان تبقى بس ايه نقارن. طبعا الاحصائيه دي وجبنا مثلا جنبها جافا، واختار برضه جافا كبروجرامنج لانجويج كلغه برمجه. تمام، هتفرح جدا، والناس في ناس تقول لك اهو شفت اعلى، اقول لك خد بالك بس البلد والفتره الموضوع ده مختلف تماما. يبقى قارن مقارنه عباره عن ويب سيرش، الناس بتدور على ايه؟ خلاص الناس بتدور على ايه؟ خلاص، ودي تفرق كتير برضه كتير جدا. هقول لك الناس بتدور على ايه والبلاد بتدور على ايه، تمام كده، عشان دي برضو احصائيه تانية خالص. تعال نحط معاهم الجافا سكريبت كبروجرامنج لانجويج، وتعال نحط معاهم مين تاني، قولوا لي يا شباب، عشان بس انا الخمس ست لغات الاساسيين. طبعا السي مش هحطها، لان السي طبعا هي طالعه لوحديها واخده اتجاهها المباشر دائما. احنا ناخد ايه؟ احنا قلنا جافا وسي بايثون، بايثون احنا حطينا بايثون ولا حطينا بايثون، سي شارب، بي اتش بي ماشي. خلينا نقول سي شارب، بس عايز اختارك لغه برمجه، وخلينا نقول بي اتش بي، بس نختارها برضه كبروجرامنج لانجويج. وتعالى نشوف الاحصائيه كده بتقول لنا ايه. الاحصائيه لايف بتقول لنا ايه؟ انا عايز بس اعرضها لكم على الموبايل كلها. ايوه كويس جدا، تعالوا بقى نشوف. طبعا البايثون واخد رقم واحد، بعديه مين؟ الجافا، بعديه مين؟ الجافا سكريبت، بعديه مين؟ السي شارب يعني عائلتها، والبي اتش بي. تلاحظوا زي ما احنا كتبناهم بالترتيب. تمام، ده فين؟ ده في امريكا سيادتك، ده في يونايتد ستيت صح. طب على مستوى العالم، اخترت بس ايه جبل الاحصائيه على مستوى العالم كله. لما قلت له على مستوى العالم الوضع اختلف تماما، يعني الوضع اختلف تقريبا. الجافا والبايثون بقوا قريبين جدا، يكادوا يكونوا متلامسين يعني او زي بعض في البحث على مستوى العالم. تمام، بعديهم الجافا سكريبت، ومش بعديهم ببعيد قوي، لا الجافا سكريبت واخده برضه مستوى جامد جدا. خلاص، تحت عندك مين؟ السي والبي اتش بي تحت. انا اخترت السي مش السي بلس بلس، السي شارب اسف، انا كنت عايزين السي شارب بالناس. هي يعني اعتقدش ان هي تختلف كثيرا يعني، هو مش عارف يبحث عن السي شارب كسي شارب يعني، فهو عائله سي وبالنسبه له. طيب هو لما احنا جبنا السي شارب شويه الترند بتاع السي شارب بقى يعني بقى قريب من البي اتش بي يعني. تمام، بقى قريبين يعني متطابقين شويه. طيب كويس جدا، ده على مستوى العالم. تمام، هتلاقي طبعا لما تيجي تبص على الدول، لان دي برضو حاجه مهمه، هنلاقي ان الصين، سنغافوره، اسرائيل لو اعتبرناها دوله، يونايتد ستيت، تايوان، طيب استراليا، هونج كونج، مش عارف ايه. طبعا تلاحظ احنا موجودين فين، انا نقلت مثلا لغايه الدوله رقم 20 احنا مش موجودين، واخدين بالكم؟ الامارات رقم 27، الدوله رقم 27، بسم الله ما شاء الله يعني بدانا نظهر. خدتوا بالكم احنا بدانا نظهر في الترتيبات دي؟ انا بتاكد ان مفيش دوله فايته مني تكون عربيه وانا ظلمتها يعني. هي الامارات رقم 27، السعوديه رقم 33، تونس 38، بقى بالتالي تحت ال 40 ده عيب ان الواحد يتكلم يعني. تمام، طيب
ده كده ايه؟ طيب كويس جدا. انا بقى عايز اقول ايه؟ لا انا مش عايز بقى العالم العربي العالم كله ده، انا عايز بس يا عم خش لنا مثلا في ايجيبت كده، فرجني بس الاول ايجيبت ماشيه الدنيا عندها عامله ازاي؟ ترندات عامله عندها ازاي؟ وبالك في البحث طبعا لو بصينا على الترند هتلاقي رقم واحد جافا، وبفرق كبير جدا عن البايثون كمان. تمام؟ جافا، وبعديها عندك الجافا سكريبت رقم اتنين. يعني هنا الوضع اختلف تماما على مستوى مصر، بتكلم عن اخر 12 شهر، اخر 12 شهر من النهارده. تمام؟ اخر 12 شهر من النهارده. رقم واحد جافا في مستوى مصر، رقم اتنين جافا سكريبت، رقم ثلاثة بايثون. يبقى احنا مختلفين؟ اه لا مختلفين. طبعا لازم نحط التاتش بتاعنا، احنا مختلفين تماما يعني. يعني هناك كان الترند كان ماشي جافا بايثون وبعد كده الباقي كله ورا. المرة دي لا، احنا شغالين جافا، تحتيها جافا سكريبت، تحتيها بايثون، وبعد كده ايه؟ البي اتش بي، وبعدين السي شارب. لا اسف، السي شارب وبعدين البي اتش بي. صح وانا غلطان؟ بي اتش بي 41، السي شارب 45. اه سي شارب وبعد كده ايه؟ بعد كده بي اتش بي. خدنا بالنا من الترند هنا ماشي ازاي؟ طبعا وري توزيعه الناس، طبعا احنا كنا طبعا طبعا حوالين النيل وخلاص، يعني الناس المهتمه بال مش محتاجين نقلب فيها يعني، هي مصر الحته اللي عند النيل دي هي اللي شغاله. طب ماشي، ما مش احنا مش بس طب السعوديه عامله ايه؟ لان عايزين السعوديه طبعا من الاسواق المهمه جدا في الوطن العربي، كله بيسافر وبيطير يعني. تعال نشوف الدنيا ماشيه هناك ازاي. الدنيا ماشيه هناك ازاي؟ الدنيا هناك ماشيه جافا، بعدها شغاله بايثون، تمام؟ بعد كده ايه؟ جافا سكريبت، وبعد كده السي شارب والبي اتش بي، واخدين ترند قريب جدا جدا يعني، قريبين جدا تقريبا شبه متطابقين. يبقى ايه؟ العالم جافا، السعوديه جافا، وبعديها بايثون وجافا سكريبت. طيب فين 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 تاني؟ تعال نشوف الامارات بما انها داخله معانا في الخط جامد، كانت من اكترهم واخدهم ترند جامد. هتلاقي ايه هنا بقى؟ الموضوع عندها شويه شبه متساوي، عندنا البايثون والجافا وجافا سكريبت ورا بعض وقريبين جدا، بايثون جافا جافا سكريبت. بعد كده عندهم على سنه من السي شارب، على عكس السعوديه شويه يعني، هو تقريبا متطابقين هناك يعني. يعني تلاحظ برضو بس هنا بقى ايه؟ البايثون اخذ فرصه شويه في الامارات عن الجافا، واخد فرصه شويه عن في الامارات عن الجافا، لكن الجافا سكريبت تقريبا واخد حقها ومستواها مش تقريبا في مستوى الدول اللي هو ما بيغيرش، هي واخد مركز ثالث على طول. بايثون جافا يبقى جافا سكريبت على طول، بقى اتخانق بقى البايثون والجافا مع بعضين. لكن في بعض الدول الجافا سكريبت عليت عن البايثون زي مصر. زي مصر. طيب ايه تاني دول عايزين تشوفوها؟ انا ما اعرفش يعني، الناس على حسب ما الناس تطلب بقى في الاسئله بتاعتها. طيب على ما الناس تبدا تشوف كده او تكلمني او تطلب. دي كده كانت الاحصائيات في اغلب الايه؟ كان تونس صحيح، عشان تونس كانت برضه طالعه من الدول الاولانيه في الوطن العربي يعني في البرمجه يعني. هتلاقي جافا رقم واحد وجافا سكريبت بعدها وبايثون بعدها، يعني تقريبا شبه متطابقه مع مصر، شبه متطابقه مع مصر في النتيجه، بس الفرق بقى ان البي اتش بي عندها اعلى بكتير جدا من السي شارب. تمام؟ طيب بس يعني كانت طبعا ده على مستوى البحث، على مستوى الايه؟ البحث، عشان باكد بس عشان الناس كده. دي الفكره الاولانيه، يبقى احنا كده وضحنا الفكره الاساسيه بتاعتنا عشان قصه الشباب اللي بيتكلموا دايما على فكره احسن لغه ودي افضل لغه ودي ليه مش واخد حقها في السوق رغم ان هي احسن لغه في العالم وكلام زي ده. فطبعا السؤال بقى اللي ودانا لكل القصص ديت هو طبعا مش سؤال واحد، هو عشان اكتر مسافه فانا قلت بالمره اوضح الفكره بالتفصيل يعني. السؤال كان استاذه مارينا، البايثون ليه ملهاش شغل جوه مصر مع انها رقم واحد في العالم وهي اسهل اللغات فعلا والكلام ده كله؟ فطبعا ده كان تعليقي على الكلام ده، ده كان تعليقي انا على الكلام ده. تمام؟ ان البايثون مش اللغه رقم واحد في العالم. تمام؟ ما فيش حاجه اسمها اللغه رقم واحد في العالم. في ايه؟ اللغه رقم واحد في العالم في ايه؟ في ايه بالظبط؟ ده كان الاجابه. وايه والفروق، وشفنا الدول العربيه مختلفه ازاي عن الدول الاجنبيه، وفي نفس الوقت ليه البايثون بالذات بعينها مش واخده، الشركات ما تحولتلهاش بسرعه، وقلنا لان الترند حصل في اخر سنتين ثلاثه بس، فالشركات ما بتلحقش السرعه دي. تمام؟ طيب
استاذ ايمن بيسال بيقول انا ماشي في اتجاه وليكن كتلة، تمام؟ هل تنصح بالاتجاه بعيدا عن الى مسار اخر؟ ما فهمتش يعني ايه، بس لا يعني انا شايف انك لو هتشتغل خدوا بالكم الكوتلين، الناس اللي كانت بتتكلم عليها كتير وبتتكلم بقى والجافا انتهت والكلام ده كله كلام فارغ، هي كوتلين ما هي الا اكستنشن جميل جه طلع للجافا من الاخر، هو القصه كده ببساطه يعني، اكستنشن بس جميل طلع للجافا الناس بتشتغل عليه، يعني تعتبر بتوع الجافا هم بتوع الكوتلين وبتوع الكوتلين هم بتوع الجافا، مفيش كلام فارغ من اللي بيتقال، وان الكوتلين جت عشان تمسح الجافا مين يمسح مين؟ يعني سيبكم من الكلام ده خالص، هي الكوتلين انت شغال كوتلين خلاص، انت يعتبر في الاريا بتاعت الجافا، وحتى اشهر الحاجات اللي موجوده على الانترنت التعليميه والحاجات الخاصه باللغات البرمجه والكلام ده كله بيضموهم هما الاثنين معا، يعني حتى الكورسات الكوتلين نزلت اصلا على مواقع جافا اساسا في الاساس، يعني هم بيعتبروها زي ما قلت لك اكستنشن نزل لمين؟ لجافا، وبعدين هي اصلا بترن لك عشان بترن، ما هي بترن على الجي دي كي، يعني هي اصلا قايمه على فكره على الجي دي كي بتاع الجافا، فهي اصلا يعني يعتبر شكل حديث للشغل بتاع مين؟ بتاع الجافا محدث يعني. طيب سؤال تاني من استاذ شريف المصري، هو سالني وتقريبا معانا موجود، بيسال بيقول ايه؟ السؤال الموجود عندي، ليه مش بتأسسوا المتدربين معاكم بلغات قديمة زي السي تمام أو السي بلس بلس مع الأوبجكت أورينتد بروجرامينج يعني، وتعلموهم بقى ديزاين باترن وخلاص زي ما أغلب المتخصصين في البرمجة بيمسحوا، طبعا أنا نفسي أشوف المتخصصين في البرمجة معهم، هو مشكلة الناس اللي أغلب أصدق اللي بيتكلموا على الإنترنت اليوتيوبرز مثلا، أقول لك ماشي ماشي الحال نتكلم كده، لكن اغلب المتخصصين في البرمجه ما هو اغلب المتخصصين في البرمجه ما هو الناس اللي بتشتغل برمجه يعني هيكونوا مين يعني؟ المبرمجين والناس السينيورز والناس البروجكت مانجرز اللي في الشركات هم دول فعلا المتخصصين يعني. ما علينا، اللي انتوا بتدوها فعلا الالجوريزم البروبلم سولفنج، وده غير ان في ناس بتدي الحاجات دي كبدايه في البرمجه وكذا، طبعا احنا كداتا ستراكشر والجوريزم وكلام وبروبلم سولفنج ده موجود عندنا، بس طبعا مش متوسع، اقصد عندنا جلوبال ديف جيت يعني ديزاين باترن، بياخدوا ديزاين باترن طبعا، بياخدوا ديزاين باترنز خاصه بالام في سي، وبياخدوا الام في في ام، وبياخدوا لا في تمام اوبجكت اورينت طبعا في كلهم بياخدوها طبعا، مش فيها مشكله خالص، لكن لو هو لو يا ريت تدوا دبلومه تاسيسيه بالمحتوى ده بس، يعني هو الناس تبقى شغاله الجوريزم وداتا ستراكشر وداتا ديزاين باترن، انا فاهم تقصد ايه، المشكله كلها ان فعليا الحاجات دي كل مشكلتها ان هي بتبقى معتمده على ده مش على ده تمام، الناس احنا حتى لما كنا بندي الجوريزمز وكلام زي كده وفي بعض الوقت بدانا نخفف شويه لما الناس بقت تشتكي شويه من صعوبه الحته دي وبتاع، وهو عايز ينتج انا عايز انتج في الاخر، ففي شويه يعني ايه، لكن احنا ممكن مش بعيد ان احنا ممكن نبدا ان شاء الله نعمل حاجه منفصله بس للتاسيس في لغات البرمجه الاساسيه، لكن مش شرط السي يعني، بس انا طبعا محبذ طبعا يا سي يا جافا يا اما بايثون، هم الثلاثه دول يعني الحركه بتاعتهم اللي في اللغات قويه يعني، فان شاء الله باذن الله حتى لو تدوا بدون تقسيم المحتوى ده حتى المده الطويله ان شاء الله يا استاذ شريف باذن الله يمكن يكون في قريبا يكون في حاجه زي كده باذن الرحمن. استاذ عبد الخولي كان بيسال سؤال بيقول ايه افضل مسار وافضل طريقه لتعلم البرمجه؟ يعني من الاخر عايز افضل طريقه وافضل مسار وافضل لغه برمجه عشان اخلص الموضوع ده، عشان انا مش عايز احتار. كويس ان انا رديت عليكم بالترندات ووريتك الترندات يعني. فانت بقى شوف الموضوع بيختلف على حسب خلفياتك انت ايه، يعني انت جاي اصلا خلفياتك ايه، حاجه قريبه مثلا من جافا يبقى ماشي، حاجه قريبه مثلا من ويب اكتر، حاجه قريبه من موبايل ما عندكش خلفيات، طب اهدافك ايه، عايز تعمل تطبيقات موبايل، عايز تعمل ويب، يعني لازم تديني يا اما خلفياتك ايه يا اما عايز توصل ايه عشان تقدر نوجهك. فاعتقد ان الترندات اللي عرضتها لك لو انت عايز تخش يعني اتخيل لو انا عايز ابسط الامر في الفتره الاخيره، لو قلنا خمسه يبقى معانا جافا، ده التوجه طبعا انا بعتبره التوجه الامثل لفترات طويله معاك طبعا وعائلتها يعني برضو الكوتلين اللي مش عارف ايه الحاجات التحديثات بتاعتها مش فيها مشكله، البايثون تمام، البايثون طبعا
مع حط بالك لو انت عايز حاجات من موبايل ابلكيشنز لا خليه جافا على طول، جافا سكريبت تمام. وعندك زي ما قلنا البي اتش بي بقى والسي شارب، بس طبعا البي اتش بي معانا انت عايز تشتغل ويب بس، والسي شارب زي ما احنا شفنا مميزه في الفتره الاخيره على تطبيقات الموبايل الزمني. طيب كان في حد بيسال فرق ما بين الجافا سكريبت وما بين الجافا، طبعا مش عارف اسمه ايه كريم، طبعا فرق كبير. طبعا احنا يمكن جافا سكريبت كانت زمان الاول بيقول لك دي سكريبتنج لانجويج بس، ودي بتشتغل بس على الكلاينت سايد بس وبتاع، لكن دلوقتي طبعا الوضع اختلف. جافا سكريبت بتشتغل على الكلاينت سايد، بتشتغل على السيرفر سايد، بتشتغل على موبايل ابلكيشن، بتشتغل على ويب ابلكيشن، وبتطلع ديسك ابلكيشن. والجافا طبعا لغه مختلفه تماما كليا، بس الجافا بتشتغل يعني ان جافا بتشتغل على حاجه اسمها كومبايلر، والجافا سكريبت بتشتغل على حاجه اسمها انتربريتر. ده يعتبر الفرق الجوهري قوي في الفتره في الفتره الحاليه، لان اجابه السؤال ده من الفتره القديمه كنت بجاوبه اجابه ثانيه خالص. الفتره الحاليه طبعا يعتبر الفرق الجوهري ده شغال على كومبايلر وده شغال على انتربريتر. محتاجين طبعا شرح يعني ايه كومبايلر ويعني ايه انتربريتر، دي هتاخد وقت مننا طويل لان الوقت خلاص. يعني انا عايز اعمل اشتغل ويب ديفلوبر كفريلانسر في اسرع وقت ممكن، اعمل ايه؟ استاذ محمد عبد الصبور. يعني الناس كلها بتجيب من الاخر، مش عايز اشتغل ويب ديفلوبر فريلانسر في اسرع وقت، واسرع وقت واعصر اي حاجه وكل حاجه بسرعه. وطبعا انا نصيحتي ليك انسى حكايه اسرع 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 دي تمام، لان ما اعتقدش انك لو طلعت غير مؤسس انك هتبقى يعني هتبقى سريع. لكن هجاوب بفكره بسيطه، لو انت لسه بتتعلم وعايز محتوى كبير جدا يكون متوفر ولغه عربيه وانجليزيه وزعبليه ومنتشر، وانا هشتغل ويب ديفلوبر وفريلانسر، خليك بيتشي يعني، خليك روح عفوا اتعلم بيتشي. ده لو انت يعني، بس خد بالك ويب بس، انت بتسال سؤال ويب بس، عشان كده انا جاوبتك على قد السؤال بتاعك يعني. طيب في اسئله تانية كتير، بس يمكن الوقت مش هيسمح ان نجاوب كل الاسئله دي، فان شاء الله باذن الرحمن نكمل بقيه الاسئله بتاعتكم يوم الخميس القادم باذن الله. نتناول مجموعه تانية من الاسئله، واللي عايز يحط اسئله تانية ان شاء الله نضيفها على المجموعه اللي احنا بنجاوب عليها. وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.